اهدى كله اهدى كله. فرحة راقصة تنطلق بسرعة الصاروخ، انت كتبت الكلام ده ازاي يا روح امك؟ ايه يا حاجة؟ انت مش ناوية تجيبيها لبره ولا ايه؟ اه يا واطي، دلوقتي بقيت حاجة؟ على كل حال يا ابن بتاع البسبوسة، لازم تعرف ان اللي طلع البغل المدنة هو بس اللي يعرف ينزله. في ايه يا مدام؟ الواحد يعني حرام يهزر معاكي شوية. هزار عن هزار يفرق يلا. وبعدين تطلع مين بسلامتها؟ عامل لها ده كله ببلاش؟ لو دي الصاروخ امال منى السعيد تبقى ايه؟ دي تنسيها خالص. دي بالنسبة لك بسرياية. انا عايزك تركزي مع القاروص، الدنيس، السمك الكبير اللي انت هتقطعيه ترنشات براحتك يا استاذة. ما تقوليش الصور طبعتها ودي حاجة تأخرها عليا؟ وانت اديتيني فرصة. الصور دي لازم تدرس وتتفحص بس بعيد عن عينين الناس. دي ممكن تكون مكالمة خاصة يا استاذة. ما انا عارفة انها خاصة عشان كده عاوز ارد. الو، ايوه مجلد زهرة الربيع، الاستاذ عاطف ربيع؟ ايوه موجود، بس انا مش هسألك انت مين عشان عرفتك من صوتك النعسان. على فكرة صورتك على الغلاف تجنن. ازيك يا انسة فرحة؟ انت مش فرحة الرقاصة؟ رقصت مين يا ولية انت؟ انت اتجننتي يا بت ولا ايه؟ خد شوف الشرشوحة بنت الشرشوحة دي تطلع مين وقولي عشان حطين عيشتها وعيشة اللي جابوها واللي يعرفوها. بنت الكلب. الو، ايوه انا عاطف ربيع. ازيك يا نوار؟ عامله انتي وجوزك؟ معلش حصل سوء تفاهم، اللي كانت بتكلمك دي مديرتي في الشغل. تطلع مين نوارة دي؟ ثانية واحدة نوارة، دي اختي اللي كانت في السعوديه ورجعت. اه عشان كده ضايقتها قوي كلمه رقاصه. شوفها عاوزه ايه. الو يا نورة، والله مشاغلي كتير. حاضر يا ستي، حتى لو مش موضوع مهم انتي وحشاني اصلا. اجيلكوا فين؟ طيب اديني رقم السويت. حاضر يا نورة، مش هنسى. مع السلامه. أختك قاعدة في سويت وشرشوحة؟ وبعدين بقى؟ مفيش في مصر كلها فندق مستوى يقدر يوصل لمستوانا، وخاصة الملهى الليلي بتاعنا. وأظن أنت عارف يا مستر شوشة، إحنا بنستعين بكبار الفنانين والفنانات. ما إحنا كمان كبار. شوشة طلع المجلة. فرحة راقصة تنطلق بسرعة الصاروخ. النسخة دي عشان حضرتك. جميل، جميل جدا. أمال إحنا عاوزينك ليه؟ طب اقرأ المكتوب عني. هقرأ على مهلي، المجلة معايا، لكن دلوقتي عايزين نتفق. نتفق؟ هواي نوت. 500 جنيه في الليلة، أنتي والفرقة الموسيقية بتاعتك. كده ما ينفعش يا خالد بيه، وعلى رأي المثل، اطبخ يا جارية كلف يا سيدي. أنا عشان أرقص الرقص اللي يناسب الفندق الألاجة ده لازم تكون الفرقة اللي معايا 100 100، ودي تكلفتها غالية، ده غير الألحان الجديدة وبدل الرقص. النجاح مسؤولية، مش عايزة أقولك. لا أنا في الحقيقة محتاج إنك تقولي لي. أنتوا مش شغلتوا رقصات قبل كده؟ طبعًا أكيد. اسمهم إيه؟ كل المشاهير، نجوى، فيفي، منى، كلهم نجوم. آه طيب، أما ببقى نجمة بقى يبقى كلمني. على فكرة يا أنسة فرحة، اللي بتعمليه ده مش أصول. يكون في علمك يا خالد بيه، أنا نجمة في المكان اللي أنا بشتغل فيه دلوقتي، وما عنديش استعداد أرقص في مكان تاني وأنا نص نجمة. خلاص يا أنسة فرحة، اعتبري إنك ما سمعتيش أي حاجة ونبتدي من الأول. استبينا. طلباتك. قول أنت. 800 جنيه، زيك زي. أنا مش عايزة أكون زي حد، ودي أول حاجة. هو في إيه تاني هنتفق عليه؟ ليا أوضة طول مدة العقد. الأوضة دي عايزة موافقة المدير العام شخصياً. خلاص اعرض الامر عليه. ربيع عطف جاي يصالحك. وبعدين ده ايه؟ لا انتوا مالكمش غير بعض، ولا والبنتين مالناش غيركم.
مبروك يا ابني. هقبل كده يا رب مشروعك ومدود وانت معاك شهاده كبيره. مبروك يا عاطف. الله يبارك فيك. اصل نوره بتقعد تحت الدش 24 ساعه. انت زعلانه ليه غير على النظافه؟ شايف دلع بناتك يا ابو عاطف؟ قاعد كده ليه يا ربيع؟ قاعد والسلام. هو القعاد هيكون ايه غير كده يعني؟ امال انت لابسه جايه ليه كده يا سميحه؟ ما هو ده لبسي بتاع كل يوم. انت مش هتخرجي مع بنتك تحضري المقابله دي؟ هي مش عايزه. وليه مش عايزه؟ سألتها ما ردتش عليا. اسأل أنت يمكن تقولك. مش هتاخد أمك معاك تحضر المقابلة دي يا تغريد؟ مش عاوزة أتعبها. بعدين الموضوع بقى يخصني انا لوحدي. يا بنتي احنا خايفين عليكي. انا اللي بقيت خايفه عليك يا ماما. وبعدين انا سمعت كلامكم طول السنين اللي فاتت دي لغايه امبارح. اظن من حقي ان اسمع كلام نفسي. ان شاء الله مش هتاخر. برضه هسمع كلامك. هروح بتاكسي وارجع بتاكسي. خلي بالك من نفسك. ربنا يسترها عليكي. مالك يا ربيع؟ الحمامة البيضة اللي كانت عايشة معانا طارت يا سميحة، والخوف عليها لتبقى طير جارح.